أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالتطورات التي شهدها البنك المركزي على مستوى مختلف قطاعاته منذ التقييم السابق في عام 2017 والمجهودات اللي تم بذلها لإعداد وصياغة قانون هذا البنك والقطاع المصرفي الجديد. وجاء هذا عقب سلسلة اجتماعات افتراضية عقدها أعضاء بعثة صندوق النقد للضمانات الوقائية مع ممثلي البنك المركزي المصري خلال الفترة من 15 لـ 29/6/2020 لتقييم آليات العمل الداخلية بالبنك والوقوف على مدى فعاليتها وكفاءتها. الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدر أستاذ التمويل والاستثمار، مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ إيهاب، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. معانا دكتور مصطفى، يعني الحقيقة البنك المركزي اتنقل نقلة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، وياريت حضرتك يعني تحدثنا عن استقبال هذه النقلة وهذه التطورات في العالم كله. طيب شوف يا فندم، احنا عارفين ان البنك المركزي ده هو اللي بيضع السياسة النقدية طبعا، وطبعا هو احد اهم المؤسسات دايما في كل دولة من دول العالم. ايوه، وهو اللي بينتهج نهج طبعا السياسة النقدية، منها اسعار الفايدة والودايع والاقراض والقروض بالخارج. أيوة. وازاي ان هو بينسق مع السياسة المالية او اللي هي وزارة المالية. طبعا ليكون في انطباع داخل الدولة للتغطية في الموازنة العامة، سواء دائما احنا نقترض من الخارج او بنقترض من الداخل. أيوة. وبيبقى في تنسيق كده بنسميها ايه، اللي هم جناحي في الوضع الاقتصادي. ايوه، من ساعة طبعا ما تولى الرئيس، وطبعا كان في عملية اصلاح بنسميها برنامج الاصلاح الاقتصادي. أيوة. بيتخلل هذا الاصلاح عدد من الامور، منها سياسات البنك المركزي. البنك المركزي كان بيحاول دايما يطور من نفسه ليواكب العصر الكبير لعملية التطوير العالمي وأيضا المحلي. نمرة واحد، كان لازم يكون في تشريعات تصحيح يعني قوانين. نمرة اتنين، إن لازم يكون دايما هو كده أصلا بيكون مع تواصل مع العالم الخارجي للتنسيق مع المؤسسات الدولية العالمية، منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. طبعا ده كان ليه، علشان نحصل على القروض، والمؤسسات الدولية ازاي تكون قادرة على التنسيق مع البنك المركزي. والحمد لله احنا التنسيق ده والمتابعة الدورية وحرص الحكومة والقيادة السياسية ان احنا بنطلع الصندوق دايما ان احنا في تحسن وتطور كبير. أي. طبعا تم منح مصر اكتر وان بالقرب. السياسات اللي بيتخذها هذا القطاع وهذا البنك جابت نتائج جيدة على الاقتصاد، مش سياساته وخلاص عشان يرضوا يسلفونا. بالضبط كده، يعني معلش نرجع تاني، ودايما الكلمة المشهورة، المؤسسات العالمية فندم، صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو البنك الأوروبي، أي مؤسسة عالمية أو حتى الحكومات العالمية. أي. ما بتتعاملش مع الحكومة المصرية أو أي دولة إلا لما بيكون في إطار من الحرص على مراجعة السياسات داخل الدولة دي. صحيح. ما بيسلفوناش عشان خاطر عيوننا، بيسلفونا عشان إحنا بنجتهد وبنعمل عمليات إصلاح وتطوير دايما وبرامج إصلاح اقتصادي، وبنشتغل بمنتهى البساطة يعني. علشان كده بيتم منحك قروض تقدر تنتج بيها وتسدد تاني. أنا شايف يا فندم إن في إشادة بال عمليات المراجعة الخارجية والداخلية وتطبيق المعايير الدولية في هذا الأمر، وفي كمان إشادة بإدارة المخاطر المالية وغير المالية، ويريد حضرتك توضح لنا ده، لأن هو التقييم الحقيقة والضمانات الوقائية وحاجات كتير كويسة، فعايز بس الناس تفهم معانا يعني إيه المخاطر المالية وغير المالية اللي بيشيد صندوق النقد بإدارتها في بنك المركزي المصري. طيب خلينا الاول نقول لحضرتك المراجعه اللي بتتم دي يا فندم عباره عن مراجعه ايه. اولا بيراجع السياسات اللي البنك المركزي بيتبعها، اذا كان سياسه انكماش يعني بيحاول يخلي مفيش صرف، ولا سياسه توسعيه واحنا دايما البلد تفضل شغاله. أي. لا، بيشوف ان احنا الحمد لله البلد شغاله، وبعدين البنك بيعمل، البنك المركزي عندنا بيعمل سياسه مرنه. يعني ايه سياسه مرنه؟ يعني بيسلف الناس باسعار فوائد لبعض من القطاعات زي المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر بسعر فايده ضئيل جدا ب5%، وبتلاقي مثلا في القطاع العقاري حوالي 8%، وبيدي لاصحاب الشهادات والناس اللي هي
مش قادرة على الاستثمار بيديها فايدة مميزة بشهادات بنسميها شهادات اللي هي 15%، فده في تنوع في مرونة. بس عايز أسأل حضرتك هنا يا دكتور مصطفى، هل بيقدم البنك المركزي تقرير مثلا بعدد التمويلات للمشاريع الصغيرة؟ لأنه الكثير يشكو من طلب الضوابط الكبير جدا وما يؤمن دفع الأقساط، وأنه مش حاصل أنه بيقترحوا على الناس مشاريع ولا بيسوقوا المنتجات زي ما تقال، بدليل أن الرئيس نفسه يعني حس البنك المركزي المصري والبنوك المصرية أكتر من مرة على أنهم يدوا للناس فلوس ويسيبوهم يعملوا المشاريع الصغيرة بتاعتهم. طب شوف يا أستاذ إيهاب، سؤالك ليه كذا بعد. البنك المركزي فندم بيخصص جزء من المال، يعني يخصص يعني بيقول إن إحنا النهاردة هنضع نهج 100 مليار جنيه تمام لقطاع الصناعة تمام اللي بيسلف يا فندم البنوك تمام، ومعلش عذرا البنوك بتسلف لازم فيه وفق ضوابط تمام. الضوابط دي النهارده هي اللي بتزيد من العمليه الانتاجيه، او ان النهارده بتعيد عمليه السؤال اللي حضرتك كنت بتساله بنربطه زياده المخاطر. يعني مش هنقدر نهدر اموال الناس يا استاذ ايهاب. البنوك بتسلف بتسلف، بس بتسلف الناس اللي هي النهارده منتجه وبتشتغل وبتديها فترات سماح كبيره وبتتعاون معاها. بالنسبه للمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر اللي حضرتك بتقول عليها دي، ده ليها جهاز مختص ودايما احنا بنراعي ان احنا نعلن عنه لو سمحت، حتى لو عندك فكره بسيطه. طب لو ما عندكش حتى فكره وما عندكش حاجه، الجا للجهاز المشروعات المتناهيه الصغر والصغيره هيديك فكره ويتابع معاك ويديك فلوس. طب يعني انا بس يا دكتور عايز حضرتك تطمني، انا مش بتهم، انا عايزك تطمني وتقول لي ان بالفعل في 10 مليون مشروع صغير ومتناهي في الصغر مولته البنوك. يعني عايزك تطمني ان اللي بيشكو منه صغار المستثمرين ما هواش حقيقي، او على الاقل مش بنسبة 100%. لا بص حضرتك، مش بنسبة 100%، ولكن خلي بالك دايما، معلش بقى، بتوع الفلوس دايما شكايين. خلينا كده بمنتهى البساطة، احنا بتوع الفلوس يا فندم عايز احصل على اعلى عائد وباقل مخاطرة. تمام. يعني بمنتهى البساطة لو حضرتك النهاردة بتشتغل في البيزنس دايما بتحاول تكون حريص جدا ان انت عايز تحصل على اعلى عائد، وده عمرها ما بتحصل تمام، اقل مخاطره. المخاطر دي ان انت تهدد عمليه اللي هي دوران الاموال تمام، دي اللي دايما النهارده حتى صندوق النقد الدولي بيراجعها مع البنك المركزي. تمام. المخاطر اللي بيتحملها البنك المركزي في عمليه اللي بيدي قروض للناس هل ضامن ان هي ترجع له تاني؟ اصل دي مش فلوس البنوك يا فندم. طبعا فلوس المودعين. انا فاهم، طبعا انا فاهم، ما عندناش اعتراض على الضمانات، انا بسال حضرتك من واقع خبرتك ووجودك في الشارع، هل في نوع من انواع راس المال جبان ولا ضمانات زياده فيها ومغاله فيها، ولا لا الامور ماشيه بشكل جيد وبيدعموا فعلا عدد كبير، بيمولوا عدد كبير من المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر؟ طب بص يا فندم، اللي حضرتك بنقوله ده خلينا نتفق عليه، لا في مشاريع كتيره، وخلينا نقول تاني ان الدولة النهاردة بتمول مشاريع بالمليارات. اخر رقم اذكره ان وزير المالية قال انه ضخوا 70 مليار في خلال السنتين الماضيتين في مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. ليه؟ النهاردة بيحاول يوسع السوق، ولكن جائحة كورونا فندم حدت من بعض من طبعا الكورونا. طبعا ده مفهوم، اللي هي عبارة عن الصناعة، السياحة توقفت جزء كبير جدا منها، عملية التجارة فندم الخارجية وعملية التصدير والاستيراد فيها نبها جزء كبير. ولكن عايز اطمنك، خلي بالك مهم قوي معايا، ان الدولة بترعى المشروعات متناهية الصغر رعاية كبيرة جدا، لان ده مستقبل البلد، لان عندنا عدد كبير جدا من الشباب اللي هو له الاحتياج في التشغيل وبيبحث عن فرصة عمل. لو سمحت نبه عليهم بس يوصلوا للجهاز بتاع المشروعات المتناهية الصغر، هيساعدهم ويدعمهم، وان شاء الله هتلاقي في عدد كبير جدا منهم ناجح. وطبعا لا 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 ننكر ان في تعثر من بعض من الناس، طبعا دي ظروف سوق، ده عادي بقى، ده طبيعي بقى، والتقدير والتاخير شويه وكده ده طبيعي. بشكرك يا دكتور مصطفى، نورتنا. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر، استاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي الكبير.
عندنا خبر هنقول تفاصيله في فقرة الحوار، وهو إشادة محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار الرئيس السيسي 2017 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بمدينة مابوتو عاصمة موزمبيق بتاريخ 11/7/2003. هيكون طبعا ده موضوع مهم في حوارنا النهاردة مع دكتور غادة. البيان اللي أصدره محمد فايق أنه التصديق على هذه الاتفاقية استكمال للجهود الكبيرة اللي قامت بها مصر في مكافحة الفساد، لأن طبعا الانضمام لاتفاقيات دولية بتلزم كل دولة بأن هي تتخذ من الإجراءات ما يؤكد أنها بالفعل تكافح الفساد، بتقدم مستندات عن قضايا تم ضبطها، عن تنفيذ عقوبات رادعة، عن تغيير ربما نحتاجه في القوانين لردع هؤلاء. أنا يعني برضو من ضمن الحاجات اللي مستعجب لها، يعني كل يوم نقول قضايا وكل يوم نقول إنه العقوبات بتطال من كل الناس، الوزير، المحافظ، العامل الصغير، الحرامي، النشال، الخيبان اللي بينشل حاجة بسيطة، والكبير والمرتشي، ونص مليون جنيه آخر وقع قلنا لكم امبارح. يعني الناس ما بتخافش، الناس للدرجة دي الشيطان بيعمي عينين الواحد انه يبقى حاسس انه لا انا كده في مأمن وانا بيحميني معرفش مين كبير ومين بينوبه من الحب جانب ومين تحتية ومين جنبي وكله بياكل، وكل مسألة محتاجة إعادة نظر. والدعوة اللي دائما بقدمها لنفسي قبل ما اقدمها لحد من اللي بيشاهدونا، الحق نفسك لغاية دلوقتي ربنا ساتر عليك، ولو فعلا عندك ضمير وصحي حاول ترد لأصحاب الحاجة بس بطريقة ما تكشفكش. لو قدرت ان انت ترد اللي انت ارتشيت بيه او تتصدق بيه او ترده لأصحابه، يبقى انت كده ربنا هيكمل ستره عليك. وزارة الدفاع التركية اعلنت مصرع عنصر من عناصر الجيش التركي تابع لوحدة الدفاع الجوي العاملة في العاصمة الليبية طرابلس بحسب سكاي نيوز. ونشرت الوزارة تغريدة على تويتر ناعية الجندي الذي يدعى بلال يلمز برتبة رقيب ويعمل في وحدة الدفاع الجوي بطرابلس. فأضافت أن الجندي لقى مصرعه أثناء تأديته مهمته في طرابلس بعد فشل التدخل الطبي في محاولة إنقاذه. لم تكشف الوزارة أسباب مصرع الجندي. وزارة الدفاع التركية في خبر ناعيها قالت تعرض صديقنا في السلاح لمضايقة أثناء بعثته في طرابلس 25 أغسطس 20. مش عارف ايه علاقة المضايقة بان هو مات، يعني ايه تعرض لمضايقة، وبقى بيعمل ايه في السلاح الجوي الليبي رسميا كده، بيعمل ايه في السلاح الجوي الليبي؟ ارحمنا ربنا ويرحم موتانا. دكتور هالة زايد، هقول لك خبر مهم بقى. دكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان خلال اجتماع مجلس الوزراء النهاردة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عرضت آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد. تناولت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة لاقتراب الموجة الثانية من الفيروس حال حدوثها، ولفتت إلى أن حدوث موجة ثانية يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم للتراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي. ببساطة، عيد بس الجملة دي ببساطة، ان الناس تطمن ان الكورونا بتخلص، فما تهتمش يكون الفيروس جاي بموجة تانية ربما لا قدر الله بشراسة اكبر مما وصل اليه ضعفه في هذه الأونة فيصادف كارثة. وده اللي بيحصل في أسبانيا دلوقتي. أسبانيا دلوقتي رجعت لها الأرقام تاني، ورجعت لها أرقام كبيرة، وبدأت في إجراءات عزل وغلق وحاجات بإذن الله ما نوصل لهاش. فتعالوا إيه نساعد بعض في الحتة دي. ورئيس الوزراء شدد على أن الفترة الحالية يعني مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف بتشهد استمرار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، وحذر من أن التزايد الملحوظ في أعداد المصابين مؤخرا يدفعنا للحذر. فعلا الأرقام ما بتقلش بالنسبة اللي كنا متوقعينها أو ماشيين بيها، يعني بعد ما كنا وصلنا لأرقام حاجة و90 إصابة في اليوم، وكنا متوقعين بقى نخش بقى على 60 والـ50 والـ40،
لا، اللي حصل النهارده انه رئيس الوزراء بيأكد عبر اجتماع مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرنس زي ما حضراتكم شايفين، بيأكد انه في اعداد الفترة الاخيرة القريبة بتزيد مع نهاية الصيف، ووجه في هذا السياق باستمرار مستشفيات الفرز والعزل في عملها واستقبال المصابين، ووجه ايضا تطبيق العقوبات المحددة على المخالفين، ما يجنبنا سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء وارتفاع لا قدر الله منحنى الإصابات والوفيات زي ما حصل في بعض البلدان. وزير الصحة أيضا عرضت خلال الاجتماع إجراءات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة في ضوء تزايد الأعداد من جديد للاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة. دكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، مساء الخير يا فندم. حضرتكم مساء النور على السادة المشاهدين. دكتور أمجد، يعني احنا دايما بين شقي الراحة في طمأنة الناس بان الاقتصاد شغال كويس وانه بيخرجوا وانه الوضع في الشارع بقى ألطف كتير والناس بقت في الشوارع لغاية ساعة واحدة واتنين بالليل يعني، والدنيا لطيفة ما فيش مشاكل، وما بين انه لازم نلتزم بالتجمعات، بالتباعد الاجتماعي، بالكمامة، بغسل المية بالإيد والصابون، بإجراءات رعاية المرضى وغيرها، علشان لا قدر الله مع بداية فصل الشتاء والفصل الخريف باهتزازاته الطقسية ما يكونش فيه تأثر كبير في عودة الإصابات. للأسف إيه، اسلوب الطمأنة اللي احنا تبعناه بعد الحصار الكيرف وبلغنا للزر والانحصار ان احنا خلاص وضع مطمئن وبائيا، فوجئنا بيه برد فعل مختلف عند الناس، ان الناس اعتقدت خطر ان خلاص فيروس كورونا انتهى. أي. وان حدة الاصابات دي معنى ذلك ان فيروس كورونا بقى حاجة ضعيفة جدا يستهان بيه. ابتدوا ما بقاش فيه كمامات، ما بقاش فيه تباعد، ما بقاش فيه نظافة واسلوب النظافة اللي كانت بتحصل. فوجئنا بعد ذلك ان الاعداد ابتدت تزيد تاني، ان الناس مش فاهمة ان سبب الانحصار ده الاجراءات الاحترازية اللي كانت ماشية، اللي هي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. واي تأثير في الاجراءات دي بالفعل سيحدث موجات ارتدادية عنيفة جدا. فكان واجب ان احنا نقول يا جماعة ان الفيروس لا يزال موجود ولا يزال خطير ولا يزال ليه وفيات، وان احنا بننحصر باجراءاتكم ووعيكم، وفي تكاسل او تهاون او ارتخاء اللي احنا فيه ده هيرجع تاني، وممكن نرجع للحظر تاني، وممكن نرجع للتجوال ونقفل البلد تاني واقتصاديا نقع. فليه نوصل للمرحلة دي؟ ليه ما نلتزمش؟ ليه ما نفضلش مرتدين الكمامات؟ صحيح. ليه ما نبعد عن التجمعات؟ ليه ما نعملش تباعد اجتماعي في حياتنا؟ ليه اقتصادنا ما يستمرش قوي وفي نفس الوقت انا عامل اجراءات تباعد اجتماعي؟ دكتور أمجد، يعني احنا بنشوف اسبانيا دلوقتي من الدول اللي عادت اليها موجة شديدة الإصابة جدا، وبدأت اجراءات بقى من الغلق والاحتراز لا قدر الله زي ما حياتك تفضلت مش عايزينها تحصل عندنا. يعني بالفعل ان الشعوب شبه تفكير واحدة، الناس زهقت من فكرة الغلق وفكرة الكمامة والكمامة. الناس مش حتى في اوروبا اللي هي الدول اللي الناس عندها وعي، فوجئنا في ايطاليا واسبانيا الناس برضو ما بقتش تعمل تباعد وارتداء الكمامات، والناس خلاص ابتدت زهقت من مسمى فيروس كورونا، وان انا لا انا الموضوع انتهى. لا يا جماعه، الموضوع لا يزال خطير، الفيروس لا يزال يميت، لا يزال قاتل لفئه معينه اللي هي ضعاف المناعه، اصحاب الامراض المزمنه. لو ما حافظناش على نفسنا واهالينا واسرنا هنرجع تاني للموجات ارتداديه وحظر تجوال وغلق، وهيضر بينا قبل ما يضر باي حد تاني. ده انا متصور كمان يا دكتور امجد اضافه لكلام حضرتك انه احنا كبلد بتعمل مبادرات صحيه بعلاج الامراض المزمنه وتقليل قوائم الانتظار في الحالات الحرجه و دي بلد يعني منعتها على المحك، يبقى المفروض نساعدها في النجاح بده. يعني احنا لما جينا ناخد بالنا من كورونا ما وقفناش المبادرات الصحيه التانية، فيبقى اذا لازم نساعد هذا العدد الكبير من ضعاف المناعه اللي عندهم ضغط، اللي عندهم سكر، اللي عندهم سمنه، اللي عندهم تقزم، اللي عندهم امراض مزمنه في الكلى او في القلب، لازم نساعدهم علشان ما نرجعش لا قدر الله لحاجه زي كده. تخيل ان احنا في ذروه وباء وكانت عندنا حمله تطعيم شلل الاطفال والحصبه. تخيل ان احنا في ظل وباء بنعمل حمله الامراض المزمنه السمنه والسكر والضغط، في ظل وباء بنعمل حمله صحه المراه،
بنعالج امراض مزمنه. ما فيش دوله بتعمل كده، بتعالج كل شيء ومش سايبه الناس، وبتنصح الناس امراض مناعيه وامراض المزمنه وكبار السن، وبتسهل لهم الخدمات بحيث ان هم ما يتعرضوش للعدوى، وفي الاخر احنا بنتراخى. لان يا جماعه نساعد الدوله، واحنا قبل ما نساعد الدوله احنا بنساعد نفسنا، بنساعد اهالينا، بنساعد اسرنا. ليه هنرجع تاني لفلان مات وفلان اصيب والحق المستشفى عايزين اسره وعايزين اكسجين؟ صحيح. ليه المرحله دي كانت مرحله سوداء علينا؟ صحيح صحيح. مش عايزينها ترجع تاني، وده في ايدينا احنا. الحصار ده بسبب ان احنا خفنا فتره والتزمنا. أيوة. فابتدت الاعداد تقل. طب دكتور امجد، يعني عايز اسالك سؤال انساني كمواطن قبل كدكتور، ازاي نحل ازمه الثقه بين المواطن وبين تصريحات الحكومه اللي لغايه النهارده في عدد من المصريين يقول لك يا عم ده ما دام قالوا كده يبقى قصدهم كده؟ ازاي نعمل كده؟ ومنين بيفتحوا جنينه الحيوانات والحدائق العامه؟ ومنين بيقول لك ده الفيروس مش عارف ايه والبس الكمامه تاني؟ ازاي نحل الازمه دي؟ انا يعني بكل احترام بشوف بره مصر، اشوف المواطن قبل ما ينزل من بيته يفتح الموقع الرسمي يشوف النهارده الجو عامل ازاي، ياخد جاكيت، يلبس ايه، يلبس كمامه، تراب مش عارف ايه، في ايه، تحذيرات ايه، في ثقه تامه. ما فيش بقى حدوتة الهنبكة والفهلوة بتاعتنا دي. لما البلد قفلت تجي ثورة من الناس، اقتصادنا، رزقنا، حالنا وقف، البيت اتخرب، احنا لا عايزين نشتغل، نفتح، عايزين ننزل لاصحاب العمالة اليومية. لا، لما نفتح ونقول نفتح باجراء احترازي، بمعنى انا ما قلتلكش ان انا فتحت جنينة الحيوانات، انا قلتلك انزل من غير كمامة. صحيح. او لما فتحت المول او القهوة وقلتلك انزل بنسبة معينة، اعمل تباعد وانت قاعد، ما قلتلكش ينزل وازدحم واقعد وخش المول وروح المصيف وما تعملش تباعد. التوازن ما بين الاقتصاد والصحه شيء خطير جدا. صحيح. ان انا احافظ على اقتصاد قوي واشخاص اصحاء بدون امراض، ده لازم الناس تعي هذه الفكره. أيوه. ان انا انزل شغلي محافظ على نفسي عشان اكل عيشي واكل عيش الاخرين واقدم خدماتي للاخرين، ان الحياه تستمر. لا اكيد الحياه مش هتقف، مش هنفضل قافلين على نفسنا ما نقاومش المرض، بس ممكن تستمر لا قدر الله من غيرنا لو احنا ما التزمناش. عشان كده الحياه لازم تستمر بالتزام. صحيح. لان مفيش دوله هتفضل قافله على نفسها، هتاكل الناس وتشربهم بعدين غير شغل. طبعا مفيش دوله تقدر تعمل كده. لا احنا بنقول لك افتح، المقهى يفتح باجراء، الفندق يفتح باجراء عشان ارزاق الناس واكل عيشهم. وانت نازل المكان ده انت عامل اجراء احترازي، ما بقولكش الفيروس انتهى، عامل تباعد، عامل لابس كمامه. مش هتقدر ما تروحش، ما قلتلكش انت لازم تروح تصيف او لازم تنزل القهوه او لازم تنزل المول. ماشي، ما تروحش مكان مزدحم. صحيح. لازم تعمل تباعد وخليك رقيب. اسمح لي كمان يا دكتور اخيرا، يعني خليك رقيب انت على صاحب المصلحه، يعني اللي بيروح منزل الـ بتاع الـ الحديد ده مش عارف بيسموه ايه، اللي هو الباب بتاع المكان دوت، وجوه بقى عامل شيشه وعامل زحمه وعامل بتاع، انت اللي تقول له خلي عندك ضمير، مش انت تقعد وتقول طب فرصه اهو البلد سايباه. الو. ايوه يا دكتور امجد مش سامعني؟ طبعا عموما انا بشكر حضرتك جدا دكتور امجد الحداد، استشاري الحساسيه والمناعه، وبعتذر لو حضرتك الخط حصل فيه قطع او حاجه. دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات في مؤتمر صحفي اعلن النهارده عن اطلاق خدمات مصر المعلومات، وهي خدمات مصر الرقميه اللي هتطلق تجريبيا على مستوى مصر كلها عبر منصه مصر الرقميه ومكاتب البريد، وبتتضمن 70 خدمه رقمية بخدمات التموين والتوثيق وتجديد رخص العربيات ورخص القيادة وخدمات رفع الدعاوى القضائية عبر منصة مصر الرقمية دون الحاجة للذهاب للمحكمة. ده ايه الحاجات الجميلة دي يا دكتور عمرو؟ وكشف الوزير عن اطلاق تطبيق عبر الموبايل خلال اسابيع يمكن المستخدمين عن طريقه الحصول على الخدمات المرقمنة، تتعدد منافذ تقديم الخدمات الكترونيا. كان تم اطلاق 150 خدمه حكوميه رقميه بمحافظه بورسعيد، فعلا كانت تم اختيارها للبدايه منها، واتاحه هذه الخدمات للمواطنين من 5 منافذ وتطبيقات محمول ومنصه رقميه على الانترنت ومراكز خدمات المواطنين ومراكز الاتصال والبريد المصري.
ويتم العمل على ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية اللي تم تجديدها طبعا في إطار خطة لربط كافة المباني الحكومية اللي عددها 32,000 مبنى حكومي على مستوى الجمهورية، كتير قوي. بهذه الشبكة خلال 36 شهر بتكلفة 6 مليار جنيه لضمان استمرار تقديم خدمات رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الإنترنت. المهندس روماني رزق الله، مستشار وخبير إدارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا هبي، وتحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. يعني يا باشمهندس، هو الرقم ده مش كبير قوي؟ يعني لما يبقى عندنا 32,000 مبنى حكومي، موضوع صعب قوي، ايه رأيك؟ بص يا فندم، طبعا اللي حضرتك قلته ده تحت خطة مصر الرقمية اللي هو بنهدف فيها ان احنا نحول مصر لدولة رقمية، وده يندرج تحت حاجة اسمها التحول الرقمي والشمول المالي. وده شمول المالي قومي. شمول المالي خدنا فيه ساعة ونص امبارح، كلمنا عن التحول الرقمي. فهو هما شقين يا فندم، لان انا الخدمة بتبقى مصحوبة بدفع. الدفع ده يبقى من خلال برضو منظومة ديجيتال. فده مهم جدا. اللي حضرتك ذكرته وحضرتك بتقول انه ده كتير، لا، انا دلوقتي بحول 5300 مبنى حكومي من اصل 32,000 مبنى من خلال شبكة الياف ضوئية خاصة، دي بنسميها الانترانت، شبكة داخلية، عشان ما نسمعش كلمة السيستم واقع ولا حد يروح يلاقي ان الخدمة بتاعته هو مش قادر يستفيد بيها او بيتعطل او يقولوله تعالى بكرة عشان برضو الخدمة واقع، السيستم واقع. لا، ده انا بالعكس بقى كمان اللي انا بعمله ده بيهدف ان انا اعمل الخدمة من مكان. احنا زي ما حضرتك ذكرت في البداية ان الخدمات دي كلها محطوط لها خمس منافذ، اللي هو الموبايل ابليكيشن اللي هو تطبيقات المحمول، وبوابه كبيره اسمها بوابه مصر الرقميه، وهيتعمل مركز لخدمات المواطنين ده في المناطق، وهيتعمل في كل شركات الاتصالات هيبقى برضه في خدمات للتحول الرقمي ده، وفي البريد المصري. فانا بقدر دلوقتي اوصل للمواطن اللي ما عندوش الامكانيه دي في بيته انه يقدر لكمان لاقرب نقطه جنب بيته. طب يعني ايه حضرتك؟ كان في البيان حديث عن انه يبقى في تواصل حكومي لراحة المواطن بدون الضغط على الانترنت. هو ممكن يبقى في تواصل بدون الاحتياج للانترنت، ولا يقصد ايه؟ بص يا فندم، هو بيعمل شبكة حكومية داخلية اللي هي الانترنت، اللي زي ما قلت لحضرتك عليها، مش انترنت، دي شبكة داخلية. انا دلوقتي بقى بربط الحكومة المصرية، وخلي بالك ده جزء منه وجود الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة، ما هو ده مش انتقال. ثانية واحدة، طب ما أنا لما أعمل شبكة داخلية وبدوس على زرار عشان أتواصل بالبيانات اللي موجودة في الأماكن التانية، مش ده بيبقى عن طريق الإنترنت برضو؟ بص يا فندم، أنا كمواطن بخش من خلال الإنترنت، لكن الحكومة كلها بقى عندها انترنت. يعني ايه يا فندم؟ حضرتك متصور ان مجرد ذكر المصطلح اكتر من مرة معناه ان انا فهمت؟ انا فهمي بطيء. يعني ايه؟ لا، العفو. يعني ايه اعمل تواصل ما بين موظفين الحكومه وبعضها بعيدا عن الانترنت؟ يعني ايه؟ لان بقى لهم شبكه يا فندم خاصه بيهم هم، سريعه من الالياف الضوئيه للحكومه المصريه كلها. طب وهي الشبكه دي بدون الاعتماد على الانترنت؟ ده جديده المعلومه دي عليا. لا، وده اللي بقول لحضرتك المسمى، انا بشرح لحضرتك اسمه العلمي انترنت. ده عشان كده انا بشرح لحضرتك انه ده لما يتعمل ده اسمه الانترنت، اللي هو شبكة داخلية لكل الحكومة المصرية. يعني ده بيشتغل حضرتك. بيشتغل بانفراراد مثلا ولا ايه؟ لا، الياف ضوئية فندم. الياف ضوئية. تمام. الياف ضوئية، وكمان برضو من خلال القمر الصناعي. احنا سمعنا من في شهر 2 ان اطلقنا القمر الصناعي تيبا 1، ده هيسهم برضو في الموضوع ده. واخد بال حضرتك؟ كل المنظومة دي تكاملها مع بعض بيقدر يخليني اقدر احصل على الخدمه بسلاسه. واخد بال حضرتك؟ تمام. وده الهدف. يعني انا دلوقتي لو حضرتك بصيت في ذكرته سعادتك، انا بعمل حاجات بتمس المواطن في يعني مثلا الاربع حزم اللي بدا بيها دكتور عمرو، حزمه لخدمه المرور بالتعاون مع وزاره الداخليه. بالظبط. واخد بال حضرتك؟ لا، ده كمان وزاره العدل، كمان فكره انك ترفع قضيه العدل.
ترفع قضيه من غير ما تروح المحكمه وتلاقي ناس قاعده بالترابيزات الخشب بتاعه زمان دي عشان يقول لك اجيب لك انا الاجراءات وكده. بشكرك يا باشمهندس. وعندنا حزمه ثالثه لوزاره التموين بالظبط، وحزمه رابعه لوزاره الاستثمار. صحيح، واخد بال حضرتك؟ فدول اربع حزم مهمين جدا. بالاضافه بقى انا عايز اقول لحضرتك مشروع مصر الرقميه ده يهدف لثلاث قطاعات مهمه جدا كمان. اول قطاع منهم قطاع الصحه، التامين الصحي الشامل. ايوه، واخد بال حضرتك؟ منظومه العدل دي كلها مسمينها عداله مصر الرقميه. ايوه، وبعمل برضه مشروع للتحول الرقمي في الجامعات والامتحانات. التعليم، تعليم طبعا، بحيث ان يبقى عندي يا فندم كل التعليم ده يتم رقمنته. صحيح، بشكرك يا باشمهندس جدا، شرفتنا. صحه وعدل وتعليم، انا اللي بتشرف يا هبه. شكرا جزيلا للمستشار مهندس روماني رزق الله، خبير الاداره والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. اخر خبر عندي بخصوص رئيس جامعه بني سويف اللي تفقد أول مركز طبي لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى صعيد مصر، واللي أنشئ بالتعاون مع بعض البنوك والجمعيات الحكومية والأهلية لخدمة المحافظة والصعيد. هذه الزيارة لمتابعة التجهيزات النهائية للمركز ووضع اللمسات الأخيرة لخطة التشغيل. أوضح دكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن المركز شيد على مساحة 4 أفدنة، وبيضم عيادات خارجية للكشف وعيادات متخصصة في التأهيل البدني والوظيفي والنفسي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تحت إشراف نخبة من الأساتذة بكلية الطب من أقسام الروماتيزم والتأهيل والعظام والنفسية والتخاطب والسمعيات والعصبية. وتم تزويده بحمامات سباحة علاجية واستشفائية، وفي كمان قسم داخلي للإقامة للأطفال ذوي الإعاقة المحتاجين جلسات تأهيل مستمر، وقاعة مؤتمرات كبيرة للمساهمة في تقديم خدمة طبية متطورة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. حقيقة مراكز من هذا النوع بتسعدنا جدا وتفرحنا جدا. دقايق ويكون معانا دكتورة غادة، انتظرونا. تسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية. لذلك تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يعد خطوة مهمة لتطبيق تلك المنظومة. وقد أمهلت وزارة الداخلية قائد المركبات مهلة تنتهي في 20 من شهر أكتوبر القادم لتركيب الملصق، ويمكن تركيبه دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص أو تجديد الترخيص. وعقب انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. المواطن بيجي سواء بيجدد بينزله الملصق إجباري، أو لو جاي ما يركب الملصق بيخش على شباك مخصص للستيكر بيتم دفع الرسوم، وبيخرج معاه الشركة المسؤولة عن التركيب بيركب على الإزاز وبيتم التفعيل بعد ما بيركب على الإزاز. وبعد ما بيلزقه على الإزاز بيعيد تأكيد تاني عليه من خارج عشان يتأكد إن الملصق بعد ما اتلزع الإزاز تمام، يعني فعال وشغال. وتيسيرا على المواطنين، تم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى 5 مساء، ولحين الانتهاء من المنظومة والتي تتضمن أيضا استبدال اللوحات المعدنية القديمة باللوحات المؤمنة أرقام وحروف. وقد وفرت وحدات المرور كافة الإمكانات اللازمة لذلك، بحيث لا يستغرق وقت تركيب الملصق دقائق معدودة. إجراءات الحمد لله كلها كويسة ومتسهلة، وفي نظام وفي دور وفي كل حاجه كويسه، يعني في سهوله في الاجراءات، في نظام، لا حاجه كويسه طبعا. يجي لك رساله على الموبايل وانك عملت مخالفه في نفس الوقت، برضو دي حاجه كويسه جدا، وبتعرفها في ساعتها ان بتاعتك وكده. وتتيح المنظومه اليه التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها والمطلوبه امنيا، وحصر اماكن الكثافات المروريه، واختار غرف عمليات ادارات المرور لتتمكن من ارشاد مستخدمي الطرق لافضل المسارات البديله، وذلك من خلال ربط الملصق الالكتروني مع مركز معلومات المرور الالكترونيه.
الفايده الاساسيه للملصق ان احنا بنوصل للعربيات المطلوبه امنيا والعربيات المنتهيه التراخيص، وبنقدر نحدد عن طريقه الاماكن اللي فيها الكثافات المروريه عن طريق الكاميرات ام بي ار، وبنسجل مخالفات الرادار او المخالفات في الطريق استخدام التليفون المحمول، وبتوصل على الموبايل بتاعه في نفس التوقيت. على مالك المركبات سرعة التوجه لوحدات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء المهلة المحددة في 20 أكتوبر القادم، وإلا توقفت الخدمات المرورية المقدمة لهم، وحتى يتم تطبيق منظومة المرور الذكية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.